کچھ استغفر اللہ کہنا، اللہ ہم کو آپ کو مسلمانوں کو مصیبتوں سے بچائے، جو آزمائش میں ہیں خدا ان کو نکالے، کچھ استغفر اللہ کہیں، کچھ آیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کہیں، کچھ یا لطیف کہیں، یا لطیف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا. أدت الأدون وجاروا علينا بذنوبنا ورجونا الله مجيرا مستغفرين ولسائر المسلمين من كل ذنب. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، أهلك أعداءنا أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم لا تمكن الأعداءنا فينا ولا منا ولا الكفار من المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم لا تمكن أعدانا فينا ولا منا ولا الكفار من المسلمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واغفر لنا ولسائر المسلمين ما دون ذلك. بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا الكفار من المسلمين. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. شتت شملهم، فرق جمعهم، قل عدهم، فل حدهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم ارسل العذاب إليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم ارسل العذاب إليهم. فاخرجهم من دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهان، غل أيديهم ولا تبلغهم الأمال. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من خير كله ما سألك منه السيد الأعظم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كله ما استعاذك منه سيد المقربين تاج المرسلين تاج المملكة الإلهية حقا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.